هيصير عندنا هاي وهي شير سكرين. عشان نشوف انتم معي. وهي نرجع على الجابر. فبقول له اد نيو امبلوي راح تستقبل الري ليست اسمها ليست، طبعا الري ليست طبعا نوع امبلوي، نوع امبلوي واسمها ايش؟ ليست بهذا الشكل. دائما على الري اذا عرفتها في المين عشان تشوف هالميثود لازم اقرر له اياها. هي بيقول له طيب كيف بدي اضيف موظف جديد في الري ليست؟ طلع محلاها ومسألها. راح اقول في عندي امبلوي، في عندي امبلوي اسمه اي ويساوي نيو امبلوي. نيو امبلوي وخلي على الديفولت كونستركت، يعني بحط رقمه سالب واحد وانون وكذا. عرفت اوبجكت امبلوي وحطيت ريفرنس له اسمه اي. هلا كيف بدي اعبي الاي؟ بحط رساله توضيحيه سيستم دوت اوت دوت برنت لاين انتر امبلوي نمبر، بخلي رقم الموظف نقطتين فوق بعض. هون عشان اعبي رقم الموظف بقول له ست النمبر، عشان ست النمبر سوري مش نمبر، هي بهذا الشكل ست النمبر بقيمه القارئ انبوت انبوت دوت نيكست دبل نيكست عفوا انتجر رقم النمبر. بعدين رساله توضيحيه اللي بعد منها سيستم دوت اوت انتر انتر امبلوي نيم، دخل لي اسم الموظف. هاي هون بقول له اي دوت ست النيم لا انبوت انبوت دوت نيكست لاين. نيكست لاين دائما اذا اجت النيكست لاين بعد قيمه رقم، بعد قيمه رقم دائما نحط قبل منها انبوت. طلع هاي بحطها اعلمكم اياها، هاي كثير من الناس بيعرفوش يحلوا هاي المشكله. انبوت دوت نيكست لاين عاديه، نيكست لاين عاديه. واحد بيقول لي ليش حطيت هيك نيكست لاين عاديه لحالها؟ دائما الانبوت دوت نيكست انتجر، الانبوت دوت نيكست لاين اذا اجى قبل منها قراءه ارقام بالذات بس تكبس انتر عند ادخال الرقم راح يفشي عن الاسم. ليش؟ يعني دخلت مثلا رقم موظف 11، مجرد ما اكبس انتر راح يعطي ال 11 للرقم، والانبوت دوت نيكست لاين لانها بتقرا لحد اخر انتر راح يعتبر الانتر تبعت الرقم اللي دخلته 11 هي الاسم. فانا شو بحط له؟ بحط له انبوت دوت نيكست لاين عشان تهضم، بنسميها تعمل دايجست للانتر الاخيره. بعدين يطلب مني ارخي الاسم بس اكبس انتر ينتقل للثاني. هاي للعلم بالشيء، هذا عشان لما بدك تدخل اسم مركب. طيب وسيستم دوت اوت دوت برنت لاين انتر الامبلوي سالري، هي سالري بهذا الشكل، سالري بهذا الشكل. سالري هيك صح تمام؟ وهون بحكي له اي دوت ست سالري بالسالري اللي اخترت لي اياه. هلا هيك انا انشات اوبجكت اسمه اي، عبيته بداتا لسه ما نضاف على الاري. طب كيف بدي اضيفه على الاري؟ هون عفوا انبوت دوت نيكست دبل نيكست يعني اقرا قيمه رقميه مصري حطها فيه. فانشات الاي وعبيته داتا، طب كيف بدي اضيفه على الاري؟ بدي اضيفه على الاري كالتالي. راح اقول له روح على الليست تبعتي، روح على الليست تبعتي. هلا مش زي الاري العاديه لازم اعملها كونستراكت وكذا، لا بقول له دوت اد ايش؟ ضيف الاوبجكت اللي انشاته اي على الاري ليست تبعتي. بصير هلا الاري كانت في البدايه اول ما عمل رن فاضيه. هلا بس احكي له اد بصير فيها كم من عنصر؟ اثنين. فلاحظ هلا هون بدي اطبع رساله توضيحيه للمستخدم سيستم دوت اد، مثلا بدي اقول له هون مثلا هي هيك احط هيك خطوط عشان بس يعني تميزوا انتم معي. سيستم دوت اد دوت برنت لاين بقول له نيو نيو امبلوي از تم اضافه موظف جديد على السيستم تبعي. وهي هون من ناحيه الماليه سيستم دوت اوت، وهي كم من خط هيك يعني على السريع هيك ماكس سلاش ان هون بس عشان افصل. طيب قول واحد شو هاي؟ هاي الميثود تبعت اضافه موظف جديد اضيفه على الاري ليست تبعتي. طب هاي امتى بستدعيها؟ لما اكبس واحد. وهون بقول له بس تكبس واحد اطبع له الميثود تضيف موظف جديد واستدعي الميثود اللي اسمها اد نيو امبلوي. بقول واحد طب ورجيني، تعال اورجيني. هاي اف 6 طلعت المنيو. قلت له بدي اضيف موظف جديد، شو يعني بدي اضيف موظف جديد؟ اكون واقف هون واقول له الخيار واحد بس اكبس انتر واقول له هي انت بدك تضيف موظف جديد، شو اسم الموظف؟ والله اسمه باسم غازي العكش. هاي انبوت نيكست لاين. بس اكبس انتر في عندي ثواني في غلط. ايش في غلط؟ انبوت مس ماتش، ثواني والله اشوف. الانبوت ايش حاطين احنا عند الهاي؟ هاي انبوت نيكست انتجر. انبوت دوت نيكست لاين ست النيم، ست النيم بعدين هون ليش غلط؟ ليش غلط؟ انبوت دوت نيكست انتجر، انبوت دوت نيكست لاين اشوف بطلع جيم ايش ستة؟ هي واحد النمبر مثلا رقم واحد هي مثلا باسم طلال مثلا موسى
اه لا بقى انا شكلي مدخل شيء something wrong، في شيء كابسول ما بعرف شو. الراتب مثلا 500 ليره، شو قال لي؟ طلع بعد ما اضاف الموظف شو قال لي؟ نيو امبلوي از ادد، تم اضافه موظف جديد وما طلع من برنامج. استنى، طب بدي اضيف كمان موظف ولا اي واحد؟ هذا الموظف رقم 2 اسمه مثلا موسى صلاح يوسف واتيفر، هيها قديش راتبه؟ والله راتبه 600 دينار، بس اكبس انتر شو قال لي؟ النيو امبلوي از ادد. هلا الاري ليست تبعتي تحمل كم الموظف؟ 2. معلش استحملوا دقيقه بدي اكمل برنت اول ونوقف عند برنت اول، بس استحملوا لنا هالدقيقه. بقول لي واحد طيب بدي اشوف انه عن جد السيستم شغال ولا لا، فهي اضافه عشان اطلع من النظام تبعي، ما بطلع لحاله الا لما اكبس ايش؟ زيرو. شو بسوي؟ طلع. طب هي تعلمت كيف اضيف موظف. طب بدي اطبع موظف، كيف بدي اطبع موظف؟ الموظفين كلهم عفوا بطبعهم لما اكبس 2 بطبع لي كل الموظفين مو هون. فهلا واحد بيقول لي ابرمج الكود هون، بقول له بصير، بس احنا بنحب نشتغل شغل بروفيشنال، بنحب نشتغل شغل شو ماله؟ بروفيشنال. معايا يا شباب؟ على فكرة أنا الله لا يوفق اليهود، مش شغل التسجيل ولا لا أنا؟ لا مشغله الحمد لله. خلص سوري، فكرت حالي ناس التسجيل. طيب بدي أطبع كل الموظفين، فبدأ أجي أعمل هلا هي هون تحت المين، بعمل ميثود، بعمل ميثود هون هاي public static void مثلا print all employees بهذا الشكل. وهي الميثود عشان تقدر تتعامل مع الأري ليست تبعتي، قال له استقبل، راح تستقبل من الري ليست نوع امبلوي وشو اسمها ليست، تمام بهذا الشكل. وهي الانتر بيجنن. طب كيف بدي اطبع الموظفين؟ بدي اطبع اول شيء الترويسه اللي قبل شوي كتبناها امبلوي دوت برنت تيبل هيدر، لانها ستاتيك بنا بيها من اسم الكلاس. طب الاري تبعتي بمشي فيها، قال له فور بمشي فيها كلها، مثلا عندي 100 موظف، عندي 20 موظف، بدي اعمل انه زي جدول مرتب، فبتعمل لوب يمشي من اول الاري لاخرها فور انت الاي تساوي من صفر اول ثاني في الاري بالليست تبعتي اللي هي الاري ليست لحد الاي اقل من طول الاري. هلا في الـ في الـ في الاري العاديه كنا نحكي له لحد الليست اللي هي اسم الاري تبعتي لحد الليست دوت لينث، ما في هون لينث. الليست الاري ليست عشان تميزها عن الاري العاديه اللي برمجوا الجافا قال لك في عندك امر جاهز شو اسمه سايز، هاي تعادل لينث. ليش ما حطوهاش لينث؟ عشان يخليك تميز وانت كمبرمج تشتغل، هاي مش اري وان دايمنشن العاديه، هاي اري ليست. فبدال كلمه لينث شو حطوا؟ سايز الاي بلس بلس. هيك بيمشي من اول خانه لاخر خانه في الليست تبعتي. طيب شو اسوي؟ بقول له روح على الليست، ما في زي هاي اول اوف الاي، ولا في عندك امر اسمه جيت الاوبجكت في الاندكس الحالي اللي هو تبع الاي دوت برنت الامبلوي از ارو، اطبع الموظف كايش؟ كسطر كامل. طيب قول لي واحد طب ورجيني. طيب تعال عشان اورجيك. برنت اول امبلويز، هي هون بدي اجي وين هي هون؟ هون بدي استدعي الميثود برنت اول امبلويز، هي لازم حاطين لها اس بس يلا نسيتها. برنت اول امبلويز. طيب هي الستة. لاحظ من البدايه، من البدايه قلت له 2، سوري خليني اوقف هون، هي 2. شو طبع؟ طبعا لي بس الترويج. طب وين الموظفين؟ فيش ولا موظف، الاري فاضيه امتي زيرو. طيب طب الواحد طب اسمع، هاي بدي اضيف موظف، هاي اخترت الخيار 1، شو بدي اضيف؟ موظف رقم 1 ايش اسمه؟ باسم العكش مثلا، هاي بهذا الشكل. قديش راتبه؟ راتبه 600 دينار. هاي صار عندي موظف. طب اثبت لي انه صار عندي موظف. هاي خيار 2 اطبع لي كل الموظفين، شو طلع لي هون؟ باسم العكش. هلا بنظمها انه تبعد شوي عن المنيو يعني من ناحيه جماليه. طب قول اسمع اسمع، بدي ارجع اضيف كمان موظف، هاي خيار 1، هاي موظف رقم 2 شو اسمه؟ موسى طلال مثلا. قديش راتبه؟ راتبه 900 دينار. هاي نضاف الموظف الثاني، اثبت لي بقول تعال ارجع 2 يعني اطبع كل الموظفين، شو صارت الجدول تبعي؟ الاري هي لاحظ هي محتويات الاري، كم من موظف فيها؟ 2. من ناحيه جماليه عشان انظمها هاي باجي بقول له هون وين في البرنت؟ برنت 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 هاي برنت هون، بقول له بعد ما تخلص هاي بس عشان تبعد يعني عن المنيو، السيستم دوت اوت دوت برنت لاين في سطر. من ناحيه جماليه عشان اسهل على حالي عشان تستنج، بعلمكم شغله واحده عشان تستنج، بدل ما كل ما اعمل رن اضطر انا اضيف بايدي موظفين، طلع شو بحكي للجهاز ليست دوت اد، يعني ضيف لي عليها الليست هاي من نوع امبلوي، فبضيف عليها اوبجكتس، فبقول له نيو امبلوي، راح انشئ اوبجكت من نوع امبلوي على البارامترايز كونستراكتر رقم 1 اسمه باسم مثلا غازي العكر.
هاي الموظف الاول قد ايش راتبه؟ والله مثلا راتبه نحكي على سبيل المثال 500 ليره. هيك ضفت موظف واحد. طيب ثواني بس عشان تستنج يعني ما غلبش حالي، المفروض احط لي خمس ست سبع موظفين في البدايه يكون هذول للتستنج، عشان مش كل ما اعمل رن اعبي داتا. هي ثلاثة أربعة هي خمسة هي ستة وهي سبعة. طلع شو بسوي على السريع؟ هاي كلين ثلاثة أربعة خمسة ستة هاي سبعة. هاي سبع موظفين مضافين قبل ما أضيف أي موظف ثاني. هلا هون مثلا أقول موسى ياسر خليه ياسر العقل خليه، بدي أخلي أسماء العيلة متغيرات. هاي باسم مثلا أسعد مثلا طلال على سبيل المثال. هون مثلا هالة خليها غازي. طبعا واحد يقول لي ليش عم تخلي هيك؟ عشان لقدام لو نتعلمكم بالسيرش بدي ادور على اسم الموظفين بيبدوا بكلمه كذا، الموظفين اسم عيلتهم كذا، الموظفين اسم ابوهم او بالوسط في كلمه كذا، كيف بدي افلتر هاي اتعلمكم اياها. هون مثلا بدي اقول مثلا بلا 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 اوكي. هي هون مثلا روان موسى بلا 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 اوكي. هاي هون مثلا لولو واتيفر ياسر حسن لله. هاي هون كمان ايش نحط؟ هاي كمان مثلا هاي كمان موسى اسم اول. هاي هون طلال هاي اسم ثاني مثلا كوكو واتيفر. شكرا. الرواتب هذا 500 هذا مثلا 1000 هذا مثلا 700 هذا مثلا 800 هذا مثلا 400 أدنى راتب عندي، هذا مثلا 1500 هذا مثلا 2500 مجازا. الواحد طب ليش هذول سويتهم؟ هذول سويتهم بكل بساطة، خلينا نوقف بس عشان لقدام لما نيجي المحاضرة الجاية بدنا نبلش مثلا نعمل ديليت، بدنا نعمل سورت، بدنا كذا، يكون في داتا مبدئية مش كل شوي اقعد اعبي بايدي، يعني طلع معي بمعنى آخر. لما اعمل اف 6 هلا مثلا من البداية تعال اطلع لي كل الموظفين، شو طلعت لي؟ قائمة هاي الموظفين عندي. طب بقدر أضيف عليهم؟ نعم. ها أي واحد مثلا تضيف موظف، هلا هذا رقم مفروض 8 مثلا، شو اسمها مثلا؟ هاي منى، أو احنا حطينا منى. هاي مثلا رانيا على سبيل المثال. شو راتبها؟ راتبها مثلا 2000 ليرة. كريس انتر قال لي هذا الموظف تم إضافته، بقول لي اثبت لي، بقول له هاي تنين شو صار عندي آخر واحد؟ ران. هذا سيستم ممكن الناس تيجي تشتري منك هذا كسيستم هيك بهذا الشكل، تيجي تشتري منك تقول لك والله سيستم حلو. هيني برمجت معكم اليوم اد وبرنت. المحاضره الجايه بنعمل الديليت والسيرش والسورت، هم هذول اوريدي ماخذينهم، احنا اوريدي شمالنا ماخذينهم، يعني بس برجع بعيدهم معك. وهي زيرو هي عملنا اكزت. سوري اني اخرتكم. في اسئله يا شباب؟ الدكتور هل بخزنه بالرام يعني؟ والله بخزنه في الرام. هلا اذا بتخزنه بشكل دائم يا اما بتستخدم داتابيس او بتستخدم تكست فايل. اذا زاد المشكله فيش معنا وقت، مو مشكله. على ان كنت حابب لو ضل معنا وقت اورجيك كيف تصير تخزن الداتا على فايلات، انه حتى لو طفيت برنامجك ترجع تلاقيه. فهمتوا علي كيف؟ تاخذوها هاي بالجافا ادفانس اللي هي المرئيه ان شاء الله. صعبه؟ هيني عملت سيستم. هذا سيستم عن جد ببلش تقول والله هي نعمل برنامج، اما مش والله بشغل هالبرنامج وبمشي بالسيكونس اللي انت بدك اياه. بدك تعمل برنامج يرضي الناس، يكون يوزر فريندلي، هذا اسمه يوزر فريندلي. هذا سيستم معقول. هاي راح اوقف الشير لحد هون، وهي نوقف الريكورد.